قواتنا لا تتعامل فيما بعد بوابة الثلاثين بقليل مع بعض الجيوب وبعض قوات المتمردة التي تواجهنا الآن، ولكن إن شاء الله وبعون الله النصر قريب وسيتم تحرير مدينة سرت عاجلا أم آجلا إن شاء الله. هناك مشكلة يعاني منها المقاتلين وهي كثرة الطيران المسير وطيران الحربي، كيف هي الحلول التي قمتم بها؟ الطيران المسير، الطيران الإماراتي المسير والطيران المصري المسير فعلا صحيح يقوم ببعض الضربات الجوية على قواتنا، ولكن لله الحمد الخبرة العسكرية لأبنائنا والتعود على هذه الأشياء مكنتهم من التفادي، والدليل على ذلك أن اليوم قام بأكثر من قصف ولا توجد هناك أي أضرار. هناك لا يوجد شهداء من هذا القصف. أمر غرفة العمليات دروب النصر غرفة تحرير سرت الجفرة يتواصل باستمرار مع القائد الأعلى جيش ليبي في توفير منظومات الدفاع الجوي الجيدة ومنظومات التشويش، وبعون الله ستتوفر في المدة الحاضرة إن شاء الله. هناك حديث على انسحاب من قبل نائب رئيس المجلس الرئاسي، كيف أتتكم هذه التصريحات وكيف تعاملتم معها؟ نحن ضباط الجيش الليبي ليبي، لدينا قوة الجيش الليبي بالكامل، لدينا قوة مساندة من أبنائنا من أبناء مصرات الصمود ومن كل مدن ليبيا الحبيبة. نحن نستلم التعليمات ونأخذ التعليمات من القائد الأعلى للجيش الليبي السيد فيصل السراج بصفته وهو قائد أعلى للجيش الليبي، ونأخذ التعليمات من جهة ثانية. نحن مستمرون في المعركة، قواتنا أمس قدمت قرابة 35 شهيد حتى تقدمت، استطعنا في عملية سريعة جدا تحرير مدينة الوشكة في زمن قياسي تعدى 55 دقيقة، وتقدمنا مسافة 120 كيلومتر، وهذا يعتبر إنجاز كبير جدا. ليعلم الجميع أن خطة غرفة عمليات تحرير الجفرة كانت تمثل المرحلة الأولى على مراحل، المرحلة الأولى هي تحرير منطقة الوشكة، ولكن أمس بسالة قوية شجاعة قوية من أبطالنا استطاعوا التقدم خلال 120 كيلومتر والسيطرة إلى ما بعد بوابة 30، وتقدمنا حتى بعد بوابة 30 ولكن تراجعنا نظر وجود ألغام ووجود قناصة. فنحن مستمرون في هذه العملية ولا نتلقى أوامر إلا من القائد الأعلى، نحن قوة رسمية، نحن جيش رسمي، فأوامرنا تأتينا من القائد الأعلى ولا تأتينا من أي شخصية أخرى. أخي الكريم.